التواصل مع حضراتكم اذا ايها الحبر الكريم مستمر، وهذه انطلاقة رابع الاشواط والخاصة بالجعدان الثنايا المهجنات الاصايل. تنطلق هذه الاسماء معلنة كذلك عن تحديات اخرى ومشاركات مرة ثانية في هذه اللحظة. نذهب الى المقدمة والصدارة حيث يتقدم مفوض لراشد بن حمد بن علي العويسي، يصدر ويتصدر المجموعة ويذهب مباشرة إلى المقدمة في هذه اللحظات. بينما المركز الثاني، المركز الثاني نشاهد في هذه اللحظات ثاني المراكز، بينما المركز الثاني يتقدم على ثاني المراكز ها هو صغان خليفة بن سالم بالصقعة يحتل المركز الثاني، لكن الراشدي غير مع ناصي خميس بن محمد الحوز الراشدي، وصل خذ المركز الثاني في هذه اللحظة. بينما المركز الثالث ممتع، تعود ملكيته بطي بن يمعة بن صبيح الفلاسي هو على المركز الثالث. أما المركز الرابع فننتقل مباشرة إلى شعار بن نوبي، ويتواجد الظبي وعلي بن عبد الله بن سعيد المسافري حضر في رابع المراكز في هذه اللحظة. الكابتن في المركز الخامس خليفة بن سالم بالصقعة. المركز السادس هناك متابعة على المركز السادس مشاهدينا الأعزاء من قبل الحذر عبد الله بن سعيد الظاهري، يأتي في المركز الخامس. المركز السادس شعار بن حضيرم، وهنا يأتي سنجار سلطان بن راشد بن سويدان بن حضيرم الاكتبي. وفي المركز السابع انتقالتنا مباشرة إلى تواجد رمزة، تعود ملكيته لراشد بن نايع بن صروخ النعيمي محتلنا المركز السابع. فيما المركز الثامن يأتي مخلاب للصغير بن علي العوامي أبو محمد، يقدم مخلاب على المركز الثامن. المركز التاسع دخول من عتيمة وحمدان بن أحمد بن سعيد بن منانة على ثامن المراكز في هذه اللحظات وتاسع المراكز. بينما المركز العاشر مايهاب سعيد بن محمد الملهوف الاجتبي ياتي في المركز العاشر. هذه النتيجة للمراكز العشرة الأولى المتقدمة في لقاء هذا الشوط. في لقاء هذا الشوط خلف العشر هناك يعني ما يقارب من العشرين القاعدين المهجنات في انتظار التعليمات في لحظاتها الأخيرة. أعود إلى مقدمة الشوط إذا مشاهدينا الكرام من جديد، وعودة إلى ما يدور من تحدي. والعويسي يتقدم مع مفوض راشد بن حمد بن علي العويسي، يسيطر على مقدمة هذا الشوط ويذهب بالناموس حتى اللحظة في اللقاء. الحوز يحتل المركز الثاني مع ناصي خميس بن محمد الحوز الراشدي ماخذ المركز الثاني. سنجار في المركز الثالث، سلطان بن راشد بن حضيرم الاكتبي يحتل المركز الثالث مشاهدينا الأعزاء. والمركز الرابع، المركز الرابع وصول من خلالي المركز الرابع، المركز الرابع نصل مشاهدينا الأعزاء إلى المركز الرابع في هذه اللحظات. ويأتي في هذه اللحظة ألو هزعيم،
إلى المركز الرابع مشاهدينا الأعزاء، حضور شعار راعي ريما يتقدم مع الحذر، عبد الله بن سعيد الظاهري حاضر في هذه اللحظات إلى المركز الرابع، المركز الخامس، المركز الخامس وصول من ممتع، ممتع بطي بن يمعة بن صبيح الفلاسي محتل المركز الخامس، بينما المركز السادس مرضي، ها هو مرضي لعيسى بن سعيد الخيالي يحضر في المركز السادس، المركز السابع هذا هو لحظات وصول عديم محمد بن سعيد بن حلوة ياتي تحت المركز السابع، بينما المركز الثامن، المركز الثامن ناصي سالم بن محمد بن ضبيعة الاكتبي، والمركز التاسع هناك من الجانب الاخر رمز راشد بن نايع بن صاروخ النعيمي، بينما المركز العاشر يتقدم من خلال عتيم لحمدان بن احمد بن منانه. هكذا النتيجه اذا للعشر الاسماء المنطلقه مشاهدينا الكرام والاسماء الحاضره في هذا اللقاء، هذه اسماءنا العشره الموجوده امامكم على الشاشه، تغييرات مستمره حتى اللحظة، حتى اللحظة، ولكن لا زال على المقدمة والمركز الأول مفوض 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 راشد بن حمد بن علي العويسي لا زال يفرض سيطرته، بينما سنجار يبدأ في التغيير، سنجار يبدأ في التغيير، أبى إلا أن يغير هذا الموقع، هذا المكان ويحتل الصدارة. سلطان بن راشد بن سويدان بن حضير ملك تبي هنا في المركز الأول في هذا اللقاء، شوف الخمسة تقريبا على خط واحد في هذه اللحظة. المركز الثالث من الجانب الآخر يا سلام يأتي ناصي خميس بن محمد بن سالم الراشدي، والمركز الرابع، المركز الرابع راعي ريمة يقدم الحذر عبد الله بن سعيد الظاهري، أما المركز الخامس هنا شعار بن حلوة محمد بن سعيد بن حلوة مقدما عديم على خامس المراكز. هذه الخماسية، هذه الخمس المراكز الأولى على قائمة الشوط، بينما المركز السادس يأتي شعار بن ضبيعة في هذه اللحظات مع ناصي سالم بن محمد بن ضبيعة، إرسال بدأ يتدخل في هذه اللحظة مشاهدينا الكرام، سعيد بن محمد بن مروشد يأتي إرسال وليغير إلى المركز السادس، المركز السابع هنا الشبابي محمد بن حمد العويسي على المركز السابع، المركز الثامن من الجانب الآخر يتدخل يسير يبحث كذلك عن مشاركة في هذا اللقاء في هذه الانطلاقة، بينما المركز العاشر يأتي عتيم والملكية لحمدان بن أحمد بن منانة. هكذا هي النتيجة، نشاهد هذا اللقاء، نشاهد هذا الشوط المزحوم والذي يعني يأتي من خلاله الكثير من هذه الأسماء، الكثير من مسمياته، الكثير من لقاء، بينما نتابع العودة إلى الصدارة، والصدارة والقمة لا زالت، لكن تغيرت الأمور، تغيرت أجواء الشوط، تغيرت يعني مساراته، الحذر غير، هذا هو الحذر الآن يتغير إلى مقدمة الشوط، عبد الله بن سعيد الظاهري إلى المقدمة وإلى اللقاء، بينما هناك بن حلوة، بن حلوة يقدم لنا عديم، عديم محمد بن سعيد بن حلوة الاشتبي يأتي على المركز الثاني مشاهدينا الكرام، المركز الثالث الحوز يقدم ناصي، يقدم ناصي خميس بن محمد بن سالم الراشدي وصل خذ المركز الثالث مشاهدينا الكرام، بينما في المركز الرابع ها هو مفوض راشد بن حمد بن علي العويسي، وأيضا مشاركته لا زالت حتى هذه اللحظات متواجدة ومتمسك في القيادة وضمن القيادة، بينما المركز الخامس، في المركز الخامس وصل الآن الشبابي محمد بن حمد العويسي واصلا المشاهدين الكرام، ماخذ المركز الخامس، المركز السادس سنجار سلطان بن راشد بن سويدان بن حضير بن الكتبي، المركز السابع إرسال سعيد بن محمد بن مروشد، ها هو يأتي على المركز السابع، والمركز الثامن لعيسى بن سعيد الخيالي في المركز التاسع، والمركز العاشر هناك الرميثي أحمد بن عتيج الرميثي مع
نعم خاصم. هذه النتيجة حتى هذه اللحظات، ولكن عودة إلى المقدمة، عودة إلى الصراع والنزاع والإبداع والإمتاع. الحذر 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 لا زال على القائمة في هذه اللحظات، يقود الشوطي بحذر. عبد الله بن سعيد بن عبد الله الظاهري على القمة، 1200 على قائمة الشوط، بينما الشبابي محتل المركز الثاني. محمد بن حمد العويسي يحتل المركز الثاني، مقدم الشبابي. العويسي الآخر هناك مع مفوض، ولكن ناصي 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 بدأ يعني يتقدم. ناصي لخميس بن محمد بن سالم الراشدي في المركز الثالث. مشاهدين الأعزاء ها هو الحوز على المركز الثالث، المركز الرابع يا سلام، راشد بن حمد بن علي العويسي، ومقدما ماذا؟ مقدما مفوض يحتل المركز الرابع. هذه الرباعية إلا أن الظاهري ما حرك عصاته، توه كلمه قال له عطاه حبة، قال له مرة وحدة وروحه إلى المقدمة. يا سلام، ها هو الحذر مشاهدين الكرام، دور عليه بمرة وحدة ما شاء الله. لكن شوف الراشدي حذاري من الحوز، حذاري من الحوز، ها هو الحوز يقدم ناصي. خميس هالمغافة هالمغافة، يا سلام يا سلام هالمغافة. لكن يلا هالمنازف، سلموا على هالمنازف مع وجود الحذر وناصي والحذر. ولكن الحذر تحرك عندما حس بالخطورة، تحرك مشاهدينا الأعزاء إلى الصدارة وإلى القمة إلى المنصة الرئيسية. عبد الله بن سعيد الظاهري، تهانينا والناموس، سلامي عليكم يا هالي منازف، سلامي عليكم يا هالي منازف. ها هي مشاهدينا الأعزاء انطلاقة الحذر بالفوز والناموس والانتصار، يكسب هذا الشوط. تهانينا لعبد الله بن سعيد الظاهري على هذا الانتصار. راعي ريما ناصي في المركز الثاني، خميس بن محمد الحوز الراشدي حل في المركز الثاني، بينما في المركز الثالث الشبابي محمد بن حمد العويسي، والمركز الرابع مشاهدين الاعزاء يصل الرهاوي سلطان بن حميد بالكديدة، والمركز الخامس سنجار سلطان بن راشد بن حضيرم الكتبي. هكذا مشاهدين الاعزاء التوقيت الزمني مشاهدينا الكرام 13 دقيقة ثانية واحدة، 5 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لعبد الله بن سعيد بن عبد الله الظاهري على هذا الفوز والانتصار وفوز الحذر المركز الأول. ناصي 13 دقيقة 4 ثواني 9 أجزاء من الثانية. تهاني لمالك ناصي. خميس بن محمد بن سالم الحوز الراشدي حيث حل في المركز الثاني، بينما الشبابي في المركز الثالث محمد بن حمد العويسي حاضرا في تحديات هذا الشوط ب 13 دقيقة مشاهدينا الكرام و 14 ثانية وجزءا وحيدا من الثانية. تهانينا والناموس على فوز الشبابي بالمركز الثالث.